خالد السحيمي عضو شرفي بالنسيج المهني، وبالتالي انا كنتواجد اليوم بهذا المولود الجديد اللي هي في الحقيقه كنوه ثم انوه بهذه المجهودات اللي كتقوم بها النسيج المهني. في الحقيقه انا كنتمنى انني نكون واحد القيمه مضافه في النسيج المهني، وتبارك الله هاد الوجوه اللي كتواجد معنا في هذا النسيج المهني هما وجوه الخير، وجوه العمل الجاد. وكنتمنى انني انا ما هي غير واحد نقطه باش نحفزهم ونشجعهم في هذه المبادرات للرقي بقطاع تعليم السياقه بالمغرب. بجدوري رئيس الهيئه الوطنيه لاربع مؤسسات تعليم السياقه بالمغرب، اولا كنحظاو بهذا الشرف ديال الحضور في الافتتاح ديال المقر ديال النسيج الجمعوي، واللي كثرتنا معاه يعني علاقات يعني وطيده وتنسيق على اعلى المستويات. وحنا في الهيئه الوطنيه يعني اول مره في يعني في التاريخ ديالها كننسقوا مع تمثيليه وطنيه. من قبل ربما ما كناش مهتمين بالموضوع، ولكن ملي لقينا مجتهدين فخصنا ندعموا المجتهد، فهذه بديره وطنيه يعني غير مسبوقه، وما يمكن الا نكونوا حاضرين في هذا الافتتاح هذا دعما للنسيج الجمعوي ودعما لقطاع تعليم السياقه. التنسيق ما بين النسيج الجمعوي والهيئه الوطنيه وباقي مكونات لجنه اليقظه للمدارس تعليم السياقه هو تنسيق يعني اللي لحد الان مستمر، ولحد الان كيعطي الثمار ديالو وقدم مجموعه المشاريع للوكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه. فحضورنا اليوم هو تاكيد على ان الهيئه الوطنيه والنسيج الجمعوي هما يد واحده، الهيئه الوطنيه والنسيج الجمعوي ولجنه اليقظه الدائمه لقطاع تعليم السياقه يد واحده لتطوير قطاع تعليم السياقه وتحديثه وخلق يعني افاق اللي هي غير الوضع اللي راه كنعيشوا حاليا. تحياتي لكم. عليكم، معكم حنان قريران مدربه لتعليم السياقه بدار ولد زيدوح تابعه لمركز تسجيل سيارات سوق السبت اقليم رفقي بن صالح. اليوم كنتشرف بالحضور ديالي الهيئه اللي كنتمي ليها اللي هي النسيج الوطني لمؤسسات تعليم السياقه وقانون السير والسلامه الطرقيه بالمغرب. اليوم ان شاء الله غادي نقوم بافتتاح المركز الخاص بهذه الهيئه الوطنيه. اليوم كنقوموا بافتتاح المركز، وان شاء الله غادي يكون هناك جمع عام سواء لاطعام لتطعيم المكتب او لتجديد سواء الرئيس او الاعضاء على حسب الظروف. واليوم كنحضر بصفتي مرأة في هاد النسيج اللي كنمثلو قطاع ديال تعليم السياقه بطبيعه الحال عن الشق النسوي، وتنتمنى ان شاء الله نكونوا عند حسن ظن سواء مهنيين الذكور او الاناث، لان المراه بطبيعه الحال كانت عنصر جديد في هاد الدومين، والحمد لله حنا غاديين فيه، وتنتمناو يدوز كل شيء بخير. رشيدي رئيس المكتب الجهوي لمؤسسه تعليم السياقه وقانون السير والسلامه الطرقيه بالمغرب جهه درعا تافيلات. اليوم جينا تنقلنا من مدينه الرشيديه الى مدينه الرباط قصد حضور اشغال الجمع العام العادي الاول الهيئة الوطنية للنسيج المهني لمؤسسة تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية بالمغرب. كما كتعرفوا أن هذه الهيئة هذه حديثة العهد، يعني العمر ديالها سنتين، اليوم سنتين كملت العقد ديالها الثاني، وبالتالي فهيئة رغم أنها حديثة العهد فإنها هيئة كتحرك وهيئة نشيطة وهيئة استطعت أنها تدير بلاصتها داخل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بحيث أن عدد المنخرطين ديالها في جميع ربوع المملكة. كاينين الناس اللي تنقلوا من مدينة العيون عبر الطائرة لحضور هذا الجمع العام و يوم افتتاح هذا المقر الجديد اللي كنعتبروه أول هيئة وطنية، بحيث أن المغرب كيتصفر على 13 هيئة وطنية، وهذه الهيئة الوطنية ديال النسيج المهني لمؤسسة تعليم السياقة هي أول هيئة كتقوم بافتتاح مقر جديد من أجل دائما مدارسة وحل جميع المشاكل اللي كتعلق بالمهنة ديال تعليم السياقة،
والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم الاخ ديالكم مفكر عبد العاطي، الكاتب العام على اللجنه المركزيه للنسيج المهني لمؤسسه تعليم السياقه والسلامه الطرقيه. اولا وقبل كل شيء ارحب بالضيوف في هذا المحفل اللي تنعتبره اليوم عرس بالنسبه للهيئه ديالنا اللي كان اللي التكوين ديالها دابا تيكون عليه عامين تقريبا باش داز التكوين ديالو، واليوم تنفتتحوا المقر ديال الهيئه اللي هو بادره اول مقر مركزي تيكون ديال الهيئه وطنيه اللي تتمثل مهني مؤسسه تعليم السياقه بالمغرب، واللي غادي يكون عنده اشعاع وطني اللي يمكن يقرب الاداره من المواطنين ويقرب المهنيين من الاداره ويكون تنسيق. وحنا من خلال هذا المكتب ان شاء الله غادي نفتحوا مكاتب جهويه على الصعيد الوطني في اطار الجهويه الموسعه للمملكه المغربيه. وترحبوا بجميع الضيوف ديالنا، الناس ديال الاعلام والصحافه اللي شاركونا هذا العرس هذا، والاخوان اللي جاوا من اقاليم بعيده، من اقاليم الجنوبيه والاقاليم ديال درعا تفيلالت والاقاليم والجهه ديال بني ملا خنيفره والجهه ديال الدار البيضاء الكبرى والجهات كلهم، جهه ديال مكناس مكناس فاس مكناس. وترحبوا ببعض الاخوان اللي جاونا كضيوف شرفيين من بعض الهيئات اللي صديقه ديالنا اللي عندنا معهم اتفاقيه ديال شراكه ديال العمل. وحنا اليوم تنوضعوا اللبنه الاولى لاستراتيجيه وطنيه ان شاء الله اللي غادي نشتغلوا عليها، وغادي تكون في المستوى ان شاء الله باش نسهلوا الماموريه، لان اولا وقبل كل شيء الهيئه ديالنا فهي دارت باش يكون تنسيق باش نسهلوا الماموريه وماموريه التواصل ما بين المهنيين والاداره فيما يخص حل بعض المشاكل العالقة ما بين المؤسسات ديال تعليم السياقة والإدارة الوصية اللي تتمثل في الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. والكثير ما يقال، ولكن تنشكروا الإخوان وترحبوا بهم، ولنا لقاء آخر إن شاء الله بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم السارك العظمي مدير رب مؤسسة بمدينة العيون. احنا جينا من مدينة العيون البارح، وجينا نمثلوا مدينة العيون لافتتاح طبعا هذا النسيج. نتمنى يكون ان شاء الله فاتحة خير ان شاء الله على المهنيين وعلى القطاع عامة، ونتمنى التوفيق ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله مسيرة موفقة. السلام عليكم. معكم عزيز بكار ممثل مؤسسة تعليم السياقة بإقليم صخيرة التمارة. احنا بدعوة كريمة من أعضاء النسيج المهني لمؤسسة تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية لبينا الدعوة باش نجيو اليوم نحضروا الحفل افتتاح المقر المركزي، وهي مناسبه كنوجه جزيل الشكر للسيد الرئيس واعضاء المكتب ديالو على المجهودات الجباره التي بذلوها ولازال يبذلوها في سبيل تطوير المهنه والدفاع المهني في ظل التحديات التي تواجهها.